كما تعلم فإن هواتفنا أصبحت جزءا أساسيا منا، مثل إصبعك الخنصر تقريبا. ورغم أنها أجهزة سحرية يمكنها فعل كل شيء تقريبا، إلا أنها ليست مثالية. تابع النصائح والحيل التالية للحفاظ على هاتفك لفترة أطول. 1- التخلص من التطبيقات القديمة. من حين لآخر قم بجرد لتطبيقات هاتفك. إن رأيت تطبيقاً لم تعد تستخدمه فأزله من هاتفك، سيؤدي ذلك إلى توفير المزيد من المساحة ومساعدة هاتفك على العمل بكفاءة أكبر. كما أنه من الجيد معرفة التطبيقات التي تشغل مساحة كبيرة. 2- استخدام وضع توفير الطاقة. سيجعل تشغيل هذه الميزة هاتفك يشحن بشكل أسرع، لكن ضع في الحسبان أن التطبيقات قد تعمل بشكل أبطأ، وأنك قد لا تتلقى إيميلات أو تحديثات تلقائية، فكل الأشياء الإضافية التي تعمل في الخلفية ستتوقف أو ستصبح أبطأ. 3- عند التواجد في منطقة إشارة ضعيفة، قم بتشغيل وضع الطيران. يستخدم هاتفك البطارية للبحث عن إشارة، حتى لو لم يتمكن من التقاط أي إشارة فسيستمر في البحث عنها، وهذا يستنزف البطارية بشكل كبير. إن كنت تعلم أنك ستكون في منطقة ضعيفة الإشارة، فإن تشغيل وضع الطيران سيوفر بطارية هاتفك. 4- التصرف بذكاء وحذر عند وضع الهاتف في الجيب. إنها أسهل طريقة لحمل هاتفك ونقوم جميعا بها، لكن المشكلة أن الجيب قد يكون ممتلئا بالوبر والغبار وغيرها من الجزيئات الصغيرة التي قد تدخل في فتحة الشحن. وعندما تمتلئ الفتحة بكل هذه الجزيئات فلن يتم شحن هاتفك بشكل جيد. عند شرائك غطاء لهاتفك احرص على اختيار غطاء يحتوي على قابس صغير لفتحة الشحن. تنظيف هاتفك بطريقة آمنة. نعلم جميعا أنه يجب تجنب تعريض الهاتف للبلل، لكن أي نوع من الرطوبة سيء لهاتفك، ويتضمن ذلك ما قد تستخدمه لتنظيفه. لا تستخدم مناديل مبللة أو كحول أو بخاخ. استخدم قطعة قماش قطنية جافة لتنظيف الشاشة والجزء الخلفي، مثل القطعة التي تستخدمها لتنظيف نظاراتك. 6- معرفة متى تتوقف عن تفعيل تحديثات نظام التشغيل. ستمنحك الشركة المصنعة لهاتفك دعماً لنظام تشغيل هاتفك لجيلين فقط. إن كان هاتفك أقدم فربما لا يزال بإمكانك القيام بالتحديث، لكن بعض التطبيقات قد لا تعمل بشكل جيد، مما قد يثير غضبك. كما أن أي تحديث جديد غير متوافق بالكامل مع هاتفك سيستهلك مساحة كبيرة. 7- إيقاف تشغيل هاتفك من حين لآخر. يختلف هذا عن ترك البطارية تصل إلى 0%. اضغط على زر إيقاف التشغيل واترك هاتفك مطفأ لبضع دقائق. القيام بذلك مرة في الأسبوع مفيد لهاتفك وسيؤدي إلى إطالة عمره. 8- بإمكان هاتفك قول الكثير عن عمر بطاريته. في إعدادات هاتفك يمكنك العثور على مقدار الوقت المتبقي للبطارية بالساعات والدقائق، كما يمكن لهاتفك إخبارك بآخر مرة قمت فيها بشحنه، وقد يساعدك ذلك على التوقف عن الإفراط في شحنه. وبالحديث عن ذلك، 9- إبقاء الشحن 100% طوال الوقت ليس جيدا لهاتفك. عندما يكون هاتفك موصولاً بالشاحن ويستمر في الشحن بعد وصول 100%، فذلك قد يستنزف البطارية. يحتوي هاتفك على بطارية ليثيوم آيون، مما يعني أنها تعمل بشكل أفضل عندما يكون شحن هاتفك بين 30% و50%. إبقاء شحن هاتفك 100% طوال الوقت يرهقه. وبالحديث عن هذا الموضوع، 10- عدم شحن الهاتف طوال الليل. لتجنب المشكلة التي تحدثت عنها للتو، تخلص من عادة شحن هاتفك عند الذهاب للنوم. أعلم أن القيام بذلك سهل، لكنه سيتسبب في الوصول إلى نسبة 100% والاستمرار في الشحن لساعات وأنت نائم، وستلاحظ في الصباح على الأرجح أن بطارية هاتفك لن تدوم لوقت طويل. 11- تجنب شحن الهاتف على السرير أيضا. هناك خطر الحرائق، يصبح هاتفك دافئا أثناء شحنه، كما أنه موصول بقابس كهربائي صحيح؟ في حال وجود أي تمزقات في السلك لم تلحظها، أو عدم دخول الطرف بالكامل في فتحة شحن هاتفك، فقد تصبح عرضة لخطر حدوث شرارة كهربائية. 12- إذن ما هي أفضل طريقة لشحن هاتفك؟ لا تدع بطارية هاتفك تصل إلى الصفر قبل شحنها، بل انتظر حتى تصبح أقل من 30%.
يمكن لهاتفك أن يتذكر وقت شحنه، لذا إن قمت بتوصيل هاتفك في الشاحن في كل مرة يصبح فيها أقل من 100% بقليل، فستصبح إعادة شحنه في النهاية مهمة صعبة. تذكر أن هاتفك يعمل في أفضل حالاته بنسبة 30-50%. وإن كنت تتنقل كثيراً فاحمل معك شاحناً لاسلكياً أو لوح شحن، فالهواتف الذكية تشحن بشكل أفضل بهذه الطريقة على أي حال. و13- عدم استخدام الهاتف أثناء شحنه. قد تكون هذه أصعب نصيحة يجب اتباعها، لا تستخدم هاتفك أثناء شحنه. فكر في الشحن كوسيلة للسماح لهاتفك بأخذ غفوة ضرورية. إن واصلت استخدامه أثناء شحنه فلن يشحن بسرعة، وستستنزف البطارية بشكل أسرع بعد شحنه. 14- درجات الحرارة القصوى ليست مفضلة للهواتف، ليست مفضلة لي أيضا. الجو شديد الحرارة أو البرودة ليس جيدا لهاتفك، فقد يؤدي لإتلاف أجزائه الداخلية. من الأفضل إبقاء هاتفك في درجة معتدلة وثابتة، ولا تتركه في سيارتك أو الخارج. 15- شراء واق للشاشة. قد يبدو كملحق إضافي لا حاجة له، لكنه سيقوم بحماية شاشة هاتفك. قد يكون استبدال الشاشة المتصدعة مكلفا ومحبطا، لذلك من الأفضل حماية هاتفك من السقوط، وهذا يعني الحصول على واق جيد لامتصاص الصدمات. 16- استخدام خلفية سوداء قد يطيل عمر البطارية. هذه النصيحة غريبة، ليس كذلك؟ لكنها منطقية. إن كانت شاشتك سوداء فلن يضطر هاتفك إلى العمل لإضاءة أي وحدات بيكسل ملونة، كما أن استخدام خلفية متحركة يستنزف البطارية. يبذل هاتفك الكثير من الجهد لجعل هذه الخلفية تتحرك طوال اليوم أو تضيء. جرب خلفية سوداء ليوم واحد وأخبرني كيف تسير الأمور معك في التعليقات. هل أحدثت فرقاً؟ 17- استخدام نظام القفل على الهاتف. سواء كنت تفضل ميزة التعرف على الوجه أو المسح الضوئي للقزحية أو بصمة الإبهام، فإن قفل هاتفك لا يحافظ على المحتويات آمنة فحسب، بل يمنع أي استخدام غير مقصود أثناء تشقلب هاتفك في حقيبتك. وأقصد بالاستخدام غير المقصود هنا فتح التطبيقات أو الإيميل بالخطأ أو الاتصال بشخص بالخطأ. أنت تعرف قصدي. 18- ضبط فترة انتظار قصيرة لإغلاق الشاشة. نعم، قد يكون من المزعج الاضطرار إلى فتح قفل هاتفك كثيرا، لكن ضبط فترة الانتظار على 15-30 ثانية قد يكون مفيدا. سيحافظ ذلك على أداء هاتفك بشكل فعال أكثر لوجود فترات راحة قصيرة أكثر توفر بطاريته أيضا. وبمناسبة حديثنا عن شاشة الهاتف، 19- محاولة التقليل من تفحص الشاشة. قد يبدو ذلك صعبا، وقد تتساءل هل سيحدث فرقا كبيرا؟ في الواقع تبين أنه يحدث فرقا كبيرا. يقول الباحثون أن الشخص العادي يتفحص هاتفه أنصت لي 150 مرة في اليوم، وفي كل مرة تضيء الشاشة فإنها تستخدم بعض البطارية. فكر في كمية البطارية التي تستخدمها لمجرد تفحص شاشتك كل تلك المرات في اليوم. 20- نصيحة للمسافرين. من الأفضل إيقاف تشغيل تتبع المواقع. هذه نصيحة جيدة للجميع، لكنها مفيدة بشكل خاص للمسافرين الرحالة الذين يقلقون من نفاد شحن هواتفهم أثناء تنقلهم. ستطلب الكثير من التطبيقات التصريح لتتبع موقعك ليعرف أصدقاؤك بمكانك. سواء كنت تعتقد أن ذلك رائع أو مخيف، فإنه يستنزف البطارية بشكل كبير. أوقف تشغيل هذه الميزة بالكامل في الإعدادات. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك بعض المقاطع الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بالنقر على الفيديو الأيسر والأيمن، وتذكر ابقى على الجانب المشرق من الحياة.